فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان. لقاء فن فنانينا، نشاط كبير عيشته ضيفتنا إلهام روحانا. مصدرت لحد إسه من بداية العام 6 أغاني، وصورت كمان لكل أغنية كليب حلو عن رزمة أغنياتها الجديدة. لما نحكي معهم بسطين أنه نحكي مع إلهام روحانا. مرحبا إلهام. هلا شادي، كيف حالك؟ تمام منيحة. قوليلي، وانت عندك كل الوقت هذا تصدري أغاني؟ لا والله بخدش كتير وقت على فكرة. بالمعدل يعني كل شهر عم تطلع أغنية؟ بس بتعرف بكون محضرة كمان شغلات من قبل، يعني بتركش حالي لآخر وقت. مرات شوي بحس بضغط، بكون الفيديو مثلا بده يوم أو يومين تصوير، أكتر من يومين تصوير، بس بشكل عام تمام يعني ماشي وقتي الحمد لله. حلو. آخر إصدار لإلك أي أغنية ما حبيتهاش؟ ما حبيتهاش. مزبوط، قبل يومين ثلاثة. درامية هالمرة؟ درامية. ها شوف، أنا بحب دراما أكتر من أي نوع أغاني تاني، بس لازم الواحد ينوع، فأحيانا بتلاقيني عملت أغنية إيقاعية مقسوم وإيقاعي وكذا. صحيح. لا بس أنا بميل للدراما أكتر، تعرف لما يقرب الخريف والشتاء هيك جو الدراما بتكون ملائم أكتر بيكون. كمان الأغاني الناس معنا كمان بنسمعها جبران خاطر، بس إيقاعية هالمرة. جبران خاطر. بالمصري. بالمصري. شوف انا هسه كل الميني البوم اللي عم بعمله هو باللهجه المصريه يعني. سمعنا كمان بالخليجي بتغني؟ طبعا غنيت جدا مسلي. بالخليجي جدا مسلي. وحدد موقعك. احدد موقعك. كيف هالاغاني شايفه مع الناس؟ ايش بحبوا اكثر يسمعوك باي لهجه؟ يعني الاشي ما يعني بتقسم، في ناس بتحب هيك في ناس بتحب هيك، بس مش انا واضح الاشي. لا مش واضح، بس انا بلاقي حالي بالمصري اكثر صراحه. واغلب اللي عم يسمعوني وبتواصلوا معي هيك كمان مصر، رايحه على المصري اكثر. بلاحظ كمان الهام انك بتتعامل كثير مع ملحنين وشعراء من العالم العربي. مزبوط. ليش؟ من اليمن، من مصر. ليش؟ شو السبب يعني؟ شوف، في إلهن اسم كبير، معروفين، ممكن يضيفوا أكتر لإلي، للأغنية، للسي في تاعي، فطبعا أكيد إشي كتير منيح. بس إلهام بكلف أكيد صح؟ الله كريم. المهم تطلع أغنية حلوة بالآخر بتقولي. ها آه. ومن وين إجت الفكرة أنه تعملي ميني ألبوم؟ كانت فكرة صديق مصري منتج، هو توفى فما راح أذكر اسمه، كان هيك معطيني هذا الاقتراح، وكان كمان هو حابب يشاركني بالإنتاج بس توفى قبل. وأنا حبيت الفكرة من وقتها وقلت خلص لازم أعمل، حابة أعمل هيك إشي. يعني فكرة الألبوم أكتر أنه هي من كلمات شاعر واحد بس اللي هو نادر صالح. الألحان بتتقسم بين أحمد علي وأحمد أنور. من وين؟ هني مصريين؟ كل مصر. توزيع ما حبيتهاش فقط هي من توزيع أحمد علي من مصر، وباقي توزيعات الميني ألبوم فراس عودي من الأردن، اللي هو أكتر تعاملي معه مع فراس عودي. حلو يعني. كمان بقدم توزيعات حلوة فراس دايما بأغنيك. طب رحتي على مصر أو متخطط تروح على مصر؟ تقولي جمهورك معظمه بمصر. يعني عم بفكر لأنه في كتير مشاريع لقدام لتصوير كليب في مصر، وممكن تصوير شيء تاني، ممكن فيلم أو مسلسل، أو عن يعني في حكي عن هالشكل يعني. حلو. أنت بتحبي طبعا. أكيد عم بيجيني عروض، فعم بستنى إنه الإشي يسمح إني أنا أقدر أطلع على مصر. تعرف بزمن الكورونا كتير صعب. صح. ما في طيران مباشر، في تقييدات كتيرة كتير، فعم بستنى إن شاء الله إنه تفتح الأمور. طيب إن شاء الله هناك. تغني بمصر كمان ونشوفك في عمل فني كمان بمصر. إن شاء الله يا رب تحقق حلمك. أكيد يا رب. شو في بعد نستنى منك؟ أغنية جديدة على الطريق؟ الألبوم هو اسمه خيط مقطوع، اللي فضل منه بس أغنيتين اللي هن خيط مقطوع وأواخر الحواديت. خيط مقطوع هي أنا اخترت أن يكون اسم الألبوم لأنه الأغنية أنا عشقتها يعني لدرجة كتير كبيرة، يعني من أحلى الأغاني اللي أنا سمعتها بحياتي، مش لإلي بس يعني بشكل عام. كلمات نادر صالح، ألحان أحمد أنور، وتوزيع فراس عودة، وبتعرف اللايفات وكل هاي الآلات اسطنبول ومصر كمان يعني. وتصورت كليب، أنا ما كنتش موجودة بالكليب، تصور بمصر، فرح يكون مفاجأة. حلو. الأغنية راح تنزل ب 5/11 اللي هو تاريخ عيد ميلادي. هي هدية هدية مني لإلي. بتهدي حالك. حلو. إن شاء الله بتنجح نجاح كبير وبتكون أحلى هدية لإلك. إن شاء الله بوعدكم عن جد بعمل كتير رائع. أغنية عبال 120 من اليوم. شكرا كتير. شكرا إلهام روحانا، انبسطنا بالحديث معك، وخلينا نسمع مجموعة هيك من الأغاني اللي نزلتها مؤخرا. ماشي إن شاء الله. شادي أنا بحب عن جد أشكرك، ودايما أنت بتسلط الضوء على الفنانين من بلادنا. شكرا لإلك.
عن جد شكرا ويعطيك ألف عافية. شكرا تحياتي لكل المستمعين كمان. شكرا مستمعين. أحلى تحية لك. إلى اللقاء. باي باي. باي باي. تقدر تقول غمة وراحت واحدة من فرقتك ارتاحت، أصل اللي بينا ده ما كانش جنة، سحابة سودة وهنزاحت.